بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام، وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. شوطنا الأول بالنسبة للقعدان الإيداع المحليات الأصايل في منافسات شارة الديوان التاسعة اللي تقام في صباح هذا اليوم بميدان الساد. نسير وياكم إلى مقدمة الشوط ونتابع المختبر، وتعود ملكية المختبر الخالد بن عبد الله بن بدر العامري اللي تصدر القيادة، نغلة من المختبر إلى المركز الثاني. المركز الثاني ملبي عمر بن علي النيادي، على ثاني المراكز نغلة من ملبي إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الليزر مطر بن سعيد بن طناف الراشدي. إذا وصلنا المركز الرابع، المركز الرابع الشامي عامر بن مسلم بن عويدة العامري، نغلة من الشامي إلى المركز الخامس. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام، المركز الخامس اللي حاضر في هذا الشوط ها هو أمامكم مكفي محمد بن حمد الجنيبي اللي يأتي ويقدم مكفي على المركز الخامس. المركز السادس السات مجاهدين الكرام وافي والصغير بن عبد الله بن بدر العامري من ياتي بوافي على المركز السادس. هكذا النداء لستة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. نعود وياكم إلى المقدمة وإلى الصدارة. كان وافيكم باللي قايد المسيرة وانطلق إلى المقدمة منذ البداية، لكن تغيير على المركز الأول، تغيير حصل إلى مقدمة هذا الشوط من ملبي العمر بن علي بن محمد النيادي، غير إلى مقدمة الشوط. تراجع المختبر خالد بن عبد الله بن بدر العامري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدي الكرام الليزر مطر بن سعيد بن طناف الراشدي. على المركز الثالث، المركز الرابع يتواجد الشامي عامر بن مسلم بن عويدة العامري اللي ياتي على المركز الرابع. نتأخر قليلا كناخذ ونكمل النداء الخامس والسات، الأربعة من فردات ما شاء الله، ونشوف الأسماء اللي قادمة واللي حاضرة في هذا الشوط. اللي ياتي على المركز الخامس لمحمد بن حمد بن محمد الجنيبي مكفي يتواجد على المركز الخامس. والمركز السادس اللي بجواره مشاهدينا الكرام وافي صغير بن عبد الله بن بدر العامري من يقدم وافي على مستوى المركز السادس. هكذا النداء لستة الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط. ونعود وياكم إلى المقدمة. انتصف المداء 2500 انتهت، 2500 تبقت من مسار شوط القعدان الإيداع المحليات الأصايل. وغير الشامي عامر بن مسلم بن عويدة العامري، غير الشامي وسيطر الشامي على المركز الأول. معك يا عامر يا بن مسلم يا بن عويدة، 2 كيلومتر تفصل عن خط النهاية، وهو قائد المسيرة ماخذ المركز الأول الليزر مطر بن سعيد بن طناف الراشدي.
المركز الثاني الليزر، المركز الثاني الليزر، وفي المركز الثالث، المركز الثالث ملبي عمر بن علي بن محمد النيادي، من يأتي بملبي على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع المختبر وخالد بن عبد الله بن بدر العامري، والمركز الخامس، المركز الخامس مكفي محمد بن حمد بن محمد الجنيبي، من يقدم مكفي على مستوى المركز الخامس. وفي المركز السادس لصالح بن الصغير او الصغير بن عبد الله بن بدر العامري، وافي 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 للصغير بن عبد الله بن بدر العامري على المركز السادس. هكذا النداء، هكذا النداء، حلوة المنافسة، الأسماء قريبة من بعضها البعض، و1500 تفصلنا عن خط النهاية. غير ملبي عمر بن علي بن محمد النيادي، الله يا النيادي، غير الميازين، غير الميازين النيادي الجنيبي، يرفع راية الخطورة بمكفي محمد بن حمد الجنيبي، يرفع راية الخطورة ويرفع شعار التحدي على اللي هو ملبي، ملبي ومكفي، ملبي مع النيادي ومكفي مع الجنيبي، 1200 متر عن خط النهاية. الشامي مع بن عويدة، عامر بن مسلم بن عويدة العامري، بن بدر يغترب، بن بدر يغترب، المختبر خالد بن عبد الله بن بدر العامري على المركز الخامس ولا أول رابع. لكن بنعود لكم إلى مقدمة الشوط، لأن عادلنا بوابة الناموس، عادلنا الكيلو والمتر الأخير، كيلو الامتحان تكرم القعدان فيها وتهان هذا الكيلو، وبقيادة قيادة ملبي عمر بن علي بن محمد النيادي هو المسيطر على المركز الأول، ومكفي محمد بن حمد بن محمد الجنيبي يرفع راية الخطورة، يرفع راية الخطورة. بن عويدة في المركز الثالث، عامر بن مسلم بن عويدة العامري يأتي بالشامي، يأتي بالشامي، لكن غير الجنيبي، غير الجنيبي، ما سلم، ما سلم اللي هو ملبي، ملبي عمر بن علي النيادي في المركز الثاني. يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، أي تميز شوطنا اللي نتابعه ما بين مكفي وما بين ملبي وما بين الشامي. يا سلام، بن عويدة، بن عويدة خطير، خطير، يعبر، يعبر بالشامي، يعبر بالشامي بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات، خلاص وضحت الأمور وتصفى الأجواء لمالك الشامي، الشامي الشامي الشامي، عامر بن مسلم بن عويدة العامري. يا سلام يا سلام، بيوم الأمس سجل نقطة واليوم يسجل نقطة ويهديها لهالي اليحر، لعامر بن مسلم بن عويدة العامري. تهانينا والناموس يا أبو مسلم على هذا الأداء اللي قدمه الشامي، يستلم القيادة في الوقت الحساس عند 500 متر الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك الشامي عامر بن مسلم بن عويدة العامري، نبارك له على فوز الشامي بالمركز الأول بهذا الشوط، يصل لخط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لعامر بن مسلم بن عويدة العامري، نبارك له على فوز الشامي بالمركز الأول بهذا الشوط وبانفراد تام. المركز الثاني، الثاني معك يا عمر بن علي النيادي، الثالث مع خالد بن عبد الله بن بدر، الرابع مع محمد بن حمد الجنيبي، والمركز الخامس الصغير بن بدر العامري السات مع مطر بن سعيد بن طناف الراشدي. التوقيت 18 ثواني.